بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في عندي سؤال أول عام اللي بريشين 2 بلو 3 12 جندي بتيران إشجي إذا في عندي عامل بإمكانه أنه يخلص العمل بإمكانه يخلص تلتين العمل ب 12 يوم طيب تمامنه كاج جندي بتيرير فكامل العمل بكم يوم بيخلصه شباب نحن مثل ما اتفقنا أنه السرعة أو سرعة إنجاز العمل إيش تساوي كمية العمل على الزمن طيب انا سرعته للعامل هون بدي اياها السرعه سنتبعيت العامل شو بتساوي كميه العمل عندي تلتين العمل يعني 2 على 3 بدي اعتبر العمل كله هو واحد اذا 2 على 3 على الزمن عم بيقول لي بيخلصه ب 12 يوم اذا على 12 طيب ال 12 حط له تحت واحد صار البعيد في البعيد على القريب بالقريب صار 2 على 3 ب 12 طيب ال 2 مع ال 12 بتعطيني 6 إذا بقي معي 1 على 3 ب 6 18 شو معنى هذا الكلام؟ سرعة العامل 1 على 18 يعني باليوم الواحد بيخلص جزء من أصل 18 جزء فمعناته كم يوم بده؟ إذا يحتاج ل 18 يوم حتى يخلص كامل العمل إذا الجواب جي سؤال ثاني بير إشي تك باشنا مراد 6 جندي إذا مراد بيخلص شغل اللي بمفرده بست أيام معناها شباب أنا بإمكاني أحسب سرعته لمراد إذا هذا مراد السرعة تبعيت مراد قلنا هي كمية العمل على الزمن يعني 1 على 6 طيب عم بيقول لي فاتح 12 جندي بتير دينه غري بينما فاتح بيخلصه ب 12 يوم يعني سرعته 1 على 12 طيب إذا شو عم بيقول لي هلا İkisi beraber aynı işi kaç günde bitirirler? Neynatun مع بعض بكم بخلصوا? طيب neynatun مع بعض إذا رح تنجمع سرعاتهم مع بعض يعني رح يكون 1 على 6 زائد 1 على 12 السرعة ضرب الزمن تعطيني كمية العمل اللي هو نحن قلنا العمل رح نفرضه 1 فإذا بدأ واحد المقامات هذا رح أضربه ب 2 فصار 2 على 12 زائد 1 على 12 صار 3 12 تي يساوي 1 ال 3 مع 12 بتروح تعطيني هون 4 اذا صار عندي تي على 4 بيساوي 1 يعني تي بتساوي 4 الجواب جي السؤال الثالث بير اشي ليلى 8 جندي اذا ليلى ب 8 ايام بتخلصه فاذا فيني مباشره احسب سرعتها لليلى السرعه تبعيتها 1 على 8 طيب مجنون ليلى هذا بيخلصه ب 12 يوم اذا 1 على 12 طيب عم بيقول لي يابا بين ما يقدر يعني بامكانه انه يخلصه ليلى 4 جن مجنون 3 جن تشالشرسا اذا ليلى اشتغلت 4 ايام والمجنون اشتغل 3 ايام جريه ايشين ne kadar kalır يعني شقد بيبقى عندي كم جزء بيبقى من العمل شباب اذا كميه العمل اللي راح تشتغلها ليلى هي سرعتها ضرب الزمن طيب هي راح تشتغل 4 ايام اذا السرعه ضرب الزمن هذا لليلى زائد مجنون 1 على 12 ضرب قديش اشتغل هو 3 ايام هذا بيعطيني كميه العمل اللي انجزوه مع بعض طيب 4 مع 8 بقي عندي 2 3 مع ال 12 بقي عندي 4 يعني بقي عندي 1 على 2 زائد 1 على 4 1 على 2 1 4 يعني نص وربع بيطلعوا 3 ارباع 3 على 4 اذا راح يخلصوا 3 ارباع العمل طيب ايش قد بيبقى عندي الكلام يعني 1 ناقص 3 على 4 يعني بيبقى عندي ربع العمل جواب ب سؤال الرابع جولن 8 günde yaptığı işi اذا عندي عمل بتقوم فيه جول ب 8 ايام أسر 6 günde yapıyor بينما أسر بيخلصه ب 6 أيام إذا بإمكاني أحسب سرعة جول وسرعة أسر إذا سرعة جول 1 على 8 بينما هو سرعته 1 على 6 طيب عم بيقول لي إكسي برابر أيني إيشن اثنيناتهم مع بعض نفس العمل 7 بلو 12 كاتش günde yaparlar بقديش بيخلصوا 7 على 12 من هذا العمل يعني لما بيشتغلوا مع بعض سرعاتهم راح تنجمع اذا 1 على 8 زائد 1 على 6 ضرب الزمن اللي هو ما بعرفه بدي قديش يخلصوا لي 7 على 12 من العمل يعني 7
على 12 من العمل. بدي أوحد المقامات 6 و8 اثنيناتهم بيقبلوا على 24، إذا هون ب3 وهون ب4. طيب صار 3 ضرب 1 و4 ضرب 1 يعني 3 و4، إذا صار 7 على 24 ت يساوي 7 على 12. السبعة بتروح مع السبعة، ال 24 مع ال 12 بيبقى عندي هون 2، فصار عندي ت على 2 بيساوي 1، يعني ت تطلع 2. جواب A. السؤال الخامس، جرنن çalışma hızı Musa'nın çalışma hızının iki katına eşittir. اذا سرعة جرن هي ضعف سرعة موسى. يعني شباب، اذا كان سرعة موسى انا فرضت سرعته x، فسرعة جرن 2x. ikisi beraber bir işi 12 günde yaptığına göre، abi اللي اذا علمت انه اثنيناتهم مع بعض بيخلصوا شغل ب 12 يوم، موسى بو إشي تك باشنا كاش جندي بتدير لار بكم يوم بتدير بكم يوم بيخلص موسى الشغل لوحده. إذا لما بدي يشتغلوا اثنيناتهم مع بعض سرعاتهم رح تنجمع، فاثنين إكس زائد إكس صار عندي ثلاثة إكس ضرب. قال لي بكم يوم بيخلصوا؟ بيخلصوا ب 12 يوم. شو بيصير عندي؟ ضرب 12 يساوي 1، بيخلص الشغل. معناها شباب ال x ايش بتساوي؟ 3 ضرب 12 36، تنزل تحت الواحد، اذا 1 على 36. x 1 على 36 شو معنات هذا الكلام؟ معنات طبعا ال x لمين هي؟ لموسى تابع. اذا موسى بيخلص باليوم الواحد جزء من اصل 36، معناتها لحتى يخلص العمل يحتاج ل 36 يوم. اذا الجواب A. السؤال السادس، çalışma kapasitesi aynı olan 3 işçiden. اذا عندي 3 عمال لهم نفس الاستطاعه نفس القدره، birisi bir işi اذا 12 günde bitiriyor. طيب عم بيقول واحد منهم بيخلص العمل ب 12 يوم، بنا göre 3'ü birlikte aynı işi kaç günde bitirir. اذا شباب هون عندي صارت مسالتي بين عدد العمال والعمل، إذا هون عدد العمال وهون عندي الزمن قديش رح يخلص. شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي العامل الواحد بيخلص الشغل ب 12 يوم، عم بيسألني الثلاث عمال بقديش بيخلصوا؟ بيخلصوا ب x يوم. شباب بنتبه، نحن دائما متعودين بهذا الشكل المضرب، هذا الشكل المضرب فيه بالمائل لما بيكون عندي التناسب طردي. يعني كيف؟ ما بين عدد العمال والزمن، تعالوا نشوف شو العلاقة. أنا إذا زدت عدد العمال رح يزيد عندي الوقت ولا رح ينقص؟ أكيد رح ينقص. فإذا زاد عدد العمال نقص الزمن، إذا عكس بعضهم هدول، إذا تناسب عكسي. طيب بالتناسب العكسي شو بنساوي؟ بنضرب بهذا الشكل بشكل أفقي، فصار 3 ضرب الX بيساوي 12 ضرب 1، معناها ال x بتساوي 12 على 3 يعني 4. جواب C. السؤال السابع عم بيقول لي 6 بارشا اشي تك باشنا فوزي 4 جندي. اذا عندي فوزي بيخلص 6 قطع من العمل ب 4 ايام، اذا هذا فوزي. وعندي تونجاي 6 جندي ب 8 ايام بتليور، يعني بيخلص ال 6 قطع ب 8 ايام. هلا 36 بارشا إشي عندي شغل 36 قطعة، برابر كاج جندي بتديرلار، بكم يوم بيخلصون مع بعض؟ شباب إذا أنا أولا بدي أطالع سرعة العامل فوزي وسرعة تونجاي. السرعة شو؟ إن هي كمية العمل على الزمن. عندي 6 قطع، كمية العمل 6، قديش بيحتاج زمن فوزي؟ على 4، يعني إذا سرعته 2 بيقبل القسمة على 2، إذا صار 3 على 2. بينما تونجاي 6 على بيحتاج 8 ايام، لو قسمنا على 2 اذا 3 على 4. هلا عم بيقول لي اثنيناتهم مع بعض بدهم يشتغلوا، اذا هي سرعه فوزي وسرعه تونجاي بدهم ينجمعوا مع بعض. 3 على 2 زائد 3 على 4. هلا ضرب الزمن لازم يخلصوا لي كم قطعه؟ عم بيقول لي 36 قطعه. طيب انا راح اوحد مقاماتي، اذا هذا هون راح اضربه باثنين وهداك على حاله، فصار عندي
2 ضرب 3 6 6 و3 صار 9 على 4 تي بيساوي 36. التسعة مع 36 بيختصروا بيبقى عندي هون 4، إذا الأربعة هي بتطلع لفوق صار تي بيساوي 16، إذا بيحتاجوا 16 يوم حتى ينهوا. جواب جي. سؤال الثامن عم بيقول لي بير إشي 12 جندي بتيران بير إشي، في عندي عامل بيخلص شغله ب 12 يوم. طيب hızını %20 azaltarak, اذا نقص من سرعته 20%، خفض من سرعته بمقدار 20%، aynı işi kaç günde bitirir؟ اذا بكم يوم بيخلص العمل؟ اذا هون مسالتي فيها علاقه ما بين السرعه والزمن. اذا هون هز اللي هي السرعه، هون عندي الزمن. شباب بما انه هون دخلنا موضوع النسبة المئوية بالقصة، فانا الافضل لي اني افرض سرعته في البداية كانت 100x. احتاج بسرعة 100x احتاج 12 يوم حتى يخلص العمل. طيب اذا نقص من سرعته مقدار 20%، يعني قديش رح تصير سرعته؟ 80x. قديش لازمه زمان؟ لازمه زمان مقداره t. قبل ما اتصرف ومثلا اضرب بالمايل او بشكل افقي، لازم نشوف انه العلاقة ما بين السرعة والزمان هل هي طردية ام عكسية؟ لا، اكيد هي العلاقة عكسية، انا كل ما زادت السرعة بيقل الزمن عندي اللازم، اذا الضرب راح يكون بشكل افقي. اذا 100x مضروبة ب 12 لازم تساوي 80x ضرب t. طيب بنختصر، اول شيء شباب الصفر مع صفر راح، ال 12 بتقبل قسمي على 4 بيضل منا 3، ال 8 بتقبل قسمي على 4 بيضل منا 2. هلا ال 10 بتقبل قسمي على 2 بيضل منا هون 5، اذا صفي معي بهذا الطرف 3 ب 5، معناها ت بيساوي 3 ضرب 5، اذا 15، بيحتاج ل 15 يوم لينهي العمل، اذا جواب اه. سؤال تاسع، عايشة بير إشي 4 جندي، Fatma 6 günde bitirmektedir. Ezen andi Ayşe ve Fatma. Hay Ayşe ve hay Fatma. Bimkani atalya sıraatun. Ayşe tistahlik 4 ayam. Ezen sıraata 1 ala 4. Beynama Fatma tistahlik 6 ayam. Ezen 1 ala 6 sıra. İkisi beraber işe başladıktan 2 gün sonra. Ba'd ma bada'u bil amel ma'a ba'd ikninatun lemiddet yomeyn. Ayşe İşi bırakıyor. Aişe terk etti amel. Fatma kalan işi kaç günde bitirir? Fatma bikam yom bitkemmel el amel. İzen şabab, lemme iştegalu ma ba'd, akid sıraatun kanet am tenjem' ma ba'd. Tab, minşuf kif nitaamel, izen nijma' sır'at Aişe ve Fatma 1 ala 4 zaid 1 ala 6, lahzu jama'na sır'atayn. Tab, sır'a ضرب الزمن بتعطيني كمية العمل، هن اشتغلوا مع بعض لمدة يومين. إذا طلع عندي عمل، لكن هذا العمل ما خلص. إذا هذا العمل هاد عمل غير منتهي. مين إجت كملت العمل؟ مين قال؟ قال عايشة تركت العمل. إذا فاطمة كملت. إذا فاطمة اشتغلت بسرعتها 1 على 6 لمدة كم يوم؟ أنا ما بعرف. إذا ضربت فبعدين خلص العمل، صار كله العمل واحد. اذا هذا العمل اللي قامت فيه فاطمة بمفردها زائد العمل اللي قاموا فيه اثنيناتهم مع بعض كمل لي العمل للواحد. طيب بوحد مقامات، او انا اذا فرضت الاثنين لو دخلتها لهون راح تختصر مع هي، راح يبقى عندي هون 2، وراح تختصر مع هي راح يبقى معي 3، فصار عندي 1 على 2 زائد 1 على 3 هدول زائد 1 على 6 ت لازم يساوي 1. طيب هدول خلينا نظبطهم مع بعض، هذا راح اضربه ب 3 وهذا راح اضربه ب 2، فصار عندي 3 و 2 صار عندي 5 على 6 زائد 1 على 6 ت يساوي 1. ال 5 على 6 راح انقلها لهذيك الجهة، صار عندي 1 على 6 ت يساوي الواحد هو شو؟ 6 على 6، راح 5 على 6، فإذا 1 على 6. طيب الستة هون تختصر مع الستة بصفي معي ت يساوي 1. إذا تحتاج فاطمة حتى تكمل العمل تحتاج ليوم واحد. جواب آ. سؤال العاشر عم بيقول لي نجاتي بير إشي تك باشنا أون بيش جندي.
إذا نجاتي بيستغرق 15 يوم حتى يخلص العمل، إذا سرعته 1 على 15. Aynı işi Meral tek başına 20 günde. إذا Meral تستغرق 20 يوم، فإذا سرعتها 1 على 20، عفوا على 20 وليس 120. إذا 1 على 20 يوم. İkisi beraber 5 günde, إذا اثنين اتهم مع بعض لمدة 5 أيام. Aynı işin ne kadarını bitirirler? نفس العمل قديش بينهو منه. إذا معناتها رح أجمع سرعاتهم مع بعض، إذا 1 على 15 زائد 1 على 20 اشتغلوا مع بعض لمدة، هو عم بيقول لي 5 أيام. خلينا نشوف قديش صار نسبة إنجازه. طيب إذا هذا يساوي، رح أوحد المقامات، ال 15 وال 20 اثنيناتهم بيقبلوا قسمة على بتوحدوا على 60، فهذا بأربعة وهذا بثلاثة. صار عندي 4 زائد 3 إذا 7 على 60 ضرب 5، هذا كمية العمل اللي أنجزه. هلا الخمسة مع 60 تعطيني هون تحت 12، إذا أنجزوا 7 على 12 من العمل، إذا 7 أجزاء من أصل 12 من العمل. الجواب D. السؤال 11، تونج بير إشي X günde. Sıla ise aynı işi 2x günde tamamlabiliyor. İzen bimkân Tunç innu yıkhallas el amel bi x yom. İzen hâda Tunç. Ve andi aydan Sıla. Tunç bikhallasu bi x yom. İzen sar'atu 1 ala x. Beynama Sıla tehtaj 2x. İzen sar'ata 1 ala 2x. Tunç ile Sıla bu işi birlikte 4 günde bitirdiklerine göre, eğer علمت انه اثنين هذول مع بعض بيخلصوا العمل بأربعة أيام. Tunç bu işi tek başına kaç günde bitirir? Tunç bi kam yom bikhallas el amel bi mufradu. اذا شباب سرعته زائد سرعه صلاة، اذا 1 على x زائد 1 على 2x، هاي السرعه ضرب الزمن اللي هو 4 ايام قال بيخلص العمل. فاذا صار عندي، لاحظوا هذا هون بدي أضربه باثنين مشان أوحد المقامات، فصار اثنين زائد واحد صار عندي ثلاثة على اثنين إكس يساوي الأربعة، خدها الجهة تحت الواحد صار واحد على أربعة. إذن بإمكاني هلا هون أنا أختصر هاي مع هاي، اثنيناتهم بيقبلوا على اثنين، إذن بصفي معي هون اثنين. إذن صار عندي معناتها ثلاثة على إكس بيساوي واحد على اثنين، يعني الإكس شو بتساوي؟ 6. إذا بيحتاج 6 أيام حتى يخلص العمل، مين هو؟ تونج. فإذا الجواب A. السؤال 12 عم بيقول لي سليم إلي كريم بير إشي بير ليكتي 6 جندي بتريورلار. إذا عندي شخصين، عندي سليم وعندي كريم. طيب رح أفرض هذا سرعته X وهذا سرعته Y. عم بيقول لي لما اثنيناتهم مع بعض بيشتغلوا بست أيام بيخلص العمل، يعني X زائد Y ضرب 6 شو بيساوي؟ بيساوي العمل اللي هو 1. فإذا أنا بستنتج إنه الـ X زائد الـ Y يساوي 1 على 6. طيب سليم 2 جن، كريم 3 جن تشالشرسا. إذا عم بيقول لي سليم اشتغل لمدة يومين، يعني سرعة سليم، إذا X ضرب الزمن تبعه يعني 2X، زائد كريم اشتغل 3 أيام، يعني 3 مضروبة بسرعته اللي هي Y، شو عم بيقول لي خلصوا؟ خلصوا 2 على 5 من العمل. بناكري سليم بو إشن تماماً كاش جندي بترير، فإذا سليم قديش بده زمن ليخلص العمل؟ يعني انا راح اعتمد بدي الاكس اطالع الاكس، اذا لازم احذف الـ Y. طيب عندي هون معادلة أولى وعندي هون معادلة ثانية. بلاحظ بهالمعادلتين لو انا هي المعادلة ضربتها بثلاثة، يعني شو صار عندي؟ صار عندي راح اكتبها فوقها 3x زائد 3y بيساوي 3 ضرب 1 على 6، بتروح 3 مع 6 بيبقى 1 على 2. طيب لو طرحت المعادلتين بهذا الشكل عملت طرح 3x راح 2x بقي عندي x، 3y ناقص 3y راحت بقي عندي نص ناقص 2 على 5.
طبعا لو وحدت مقاماتي انا لو ضربت هون بخمسة وهون باثنين، فصار عندي x بيساوي خمسة راح منا أربعة، إذا واحد على عشرة. إذا سرعة سليم واحد على عشرة، معناته بيحتاج 10 أيام حتى ينهي العمل. الجواب A. سؤال 13 عم بيقول لي Gökçe bir işin 1 bölü 3'ünü yaptıktan sonra، إذا عندي Gökçe بعد ما اشتغلت تلت العمل çalışma hızını 2 katına çıkarıyor. رفعت سرعة إنجازها ل 2V. Ve 4 gün sonra iş bitiyor. Ve بعد 4 ايام انهت العمل. اذا بنتبه للموضوع انه لما رفعت سرعه انجازها كان بقيان عندها تلتين العمل. اذا تلتين العمل بسرعه انجاز مضاعفه استغرق 4 ايام. Buna göre hızını artırmasaydı لو ما كانت رفعت سرعه انجازها işin tamamını kaç günde بتديردي، كان كم يوم بتخلص العمل كله. إذا شباب أنا راح أخذ أول شيء أحسب، أنا قلت لما رفعت سرعة إنجازها يعني كانت سرعتها 2V، السرعة نحن شو قلنا بتساوي كمية العمل على الزمن. هي قديش كان لما رفعت سرعة إنجازها إنها اشتغلت، كان هي كانت مشتغلت تلت العمل، معناتها كان عندها تلتين العمل يعني 2 على 3. هلأ على هي كم يوم طولت؟ طولت اللي 4 أيام. طيب حطينا تحتها واحد، فإذا صار 2 على 3 بأربعة 2 على 12 يعني 1 على 6. إذا سرعة إنجازها واحد عفوا هي شو؟ ال 2V، ال 2V هي 1 على 6، معناتها ال V هي شو؟ 1 على 12. طيب هلأ هو شو عم بيطلب مني؟ عم بيطلب مني عم بيقول لي لو ما كانت رفعت بناغوري هزن ارتر ما سايد، لو ما كانت رفعت سرعة انجازها اشين تمامنه كامل العمل كاج جندي بتريردي، كان بكم يوم بتخلص العمل كله يعني. طيب شباب انا هون عندي هلا بدي اشوف انه هي تلت العمل، تلت العمل اول شيء اشتغلته بسرعة 1 على 12، بدي اشوف قديش بيطول معه كان. اذا 1 على 12 ضرب T لازم يساوي تلت العمل، هذا التلت الاول من العمل، معناتها صار عندي هذا مع هذا بيختصر بضل 4، ال 4 بتطلع لفوق، اذا T بيساوي 4. اذا انا حسبت الزمن اللي لزمني اللي لزم جوكشي لانهاء تلت العمل. هلا تلتين العمل، تلتين العمل يعني ضعف هذا الرقم. انا مثلا انا عندي التلت استغرق 4 ايام، فالتلتين بده يستغرق دبل العمل، يعني تي 2 لازم يساوي 8. هذا من اجل هذا تلت العمل، هذا من اجل 2 على 3 من العمل، فصار مجموع الزمنين هو الزمن اللازم لانهاء العمل كاملا. اذا 4 زائد 8 12 يوم. الجواب ب. سؤال 14، Fırat'ın 8 günde yaptığı işin 2 katını Murat 12 günde bitiriyor. İzen عم بيقول لي عندي Fırat وعندي Murat. Fırat عم بيقول لي ب 8 ايام بيخلص عمل كمية عمل، اذا سرعته 1 على 8. بينما Murat عم بيقول لي ضعف كمية العمل بيخلصها ب 12 يوم، يعني كمية العمل هون انا فرضها 1، فاذا هذا كمية العمل 2 على 12 يعني 1 على 6. اذا حسبت سرعة فرات وسرعة مراد. İkisi beraber 2 günde işin ne kadarını bitirirler؟ اثنين هدول مع بعض لمدة يومين قديش بيخلصوا لي؟ اذا راح تكون سرعة الاول زائد سرعة الثاني ضرب الزمان اللي هو 2، بنشوف قديش راح يخلصوا. لو دخلت الاثنين لجوا راح تختصر، هون راح يبقى معي 4، هون راح يبقى معي 3. إذا راح يبقى معي 1 على 4 زائد 1 على 3. راح أوحد مقاماتي، هذا هون راح ينضرب ب3 وهذا هون راح ينضرب ب4. 3 و4 صار عندي 7 على 12، إذا راح يلحقوا لي 7 على 12 من العمل. الجواب ج. سؤال 15 عم بيقول لي في عندي عمل بير إشي كادر 10 جندي مهمت 15 جندي بتريور. إذا أعطاني هون بإمكاني أحسب سرعاتهم، هذا كادر وهذا مهمت.
قادر بعشرة أيام، إذا سرعته 1/10، هذا سرعته محمد 1/15. İkisi işe başladıktan 5 gün sonra, ezan اثنيناتهم بعد ما بلشوا العمل ب 5 ايام. طب تعالوا نشوف خلال ال 5 ايام شو لحقوا. 1/10 زائد 1/15 ضرب 5، شو صار؟ قادر اشي براكيور، قادر ترك الشغل، اذا بقي مهمت، يعني هذا هلا بده يكمل لحاله، اذا زائد مهمت بسرعته. عم يقول لي مهمت كلان إشي تك باشانا كاش جون دي بترير، بكم يوم بيخلص باقي العمل لحاله. إذا مهمت راح يشتغل لمدة تي يوم من أجل إنه يخلص العمل، يصير العمل كامل. طبعا لو دخلت الخمسة لجوا هون، هذا بيقبل قسمة على خمسة بيضل اثنين، هذا بيقبل على خمسة بيضل ثلاثة، راحت هون الخمسة. فواحد على اثنين زائد واحد على ثلاثة زائد واحد على 15 تي يساوي واحد. راح واحد مقاماتي هون 3 وهون 2، صار عندي 5/6 زائد 1/15 تي يساوي 1. 5/6 راح ننقل لهالجهة، اذا صار 6/6 راح 5/6، اذا 1/6 عفوا انا اسف، 1/15 تي بيساوي 1/6. شباب هون عندي ال 15، ال 15 تقبل قسمة على 3 بيبقى منها هون 5، وال 6 بتقبل قسمة على 3 بيبقى منها 2، إذا ت، إذا صار ت بيساوي 5/2. 5/2 جواب ب. سؤال 16، صافيت إلى مهمت بير إشي بير لكتا 2 ساعات بتيور لك. إذا صافيت ومهمت في عندي عمل اثنينهم مع بعض بيخلصوه بساعتين. صفيت ايني اشتك باشنا، اذا صفيت في عندي نفس العمل لوحده، مهمدين تك باشنا بتربيل جيين دن 3 ساعات اركان بتريو. اذا طيب معناتها خلينا نكتب المعطيات، عندي صفيت وعندي مهمد. طيب انا اول شيء بدي افرض الفرضيات، شو عم بيقول لي؟ بس هون عم بيقول لي مشان السرعات، انا عم بحكي مهمدين تك عفوا، عم بيقول لي صافيت ايني اشي تك باشنا لوحده، مهمدين تك باشنا بتيري جيني 3 ساعات اركان بتيريو. هي بتخلص قبله بثلاث، يعني خليني لو فرضت الزمن، هذا الزمن اللازم لانجاز العمل، الزمن اللازم اذا هي كانت تستغرق مع اكس ساعه ليخلص العمل، هو بده X زائد 3 ساعات، هو بيطول أكثر منه بثلاث ساعات. طيب فإذا السرعة شباب، السرعة سرعتها هي راح تنجز العمل، إذا 1/X، بينما هون سرعته 1/X+3. هلأ شو عطوني معلومة؟ عطوني معلومة إنه اثنيناتهم مع بعض بساعتين بيخلصوا العمل، يعني 1/X+1/X+3 طبعا اذا انضرب باثنين يساوي واحد، معناتها صار عندي 1/X+1/X+3 يساوي 1/2. طيب لو انا حبيت اوحد المقامات، هذا هون ما في مجال غير انه اضربهم ببعض، يعني هذا ينضرب باكس وهذا ينضرب باكس+3. طيب شو صارت مسألتي؟ صارت مسألتي على النحو التالي، صار X+3 هون زائد X، والكل على X²+3X يساوي 1/2. طيب جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، هون عندي 2X، إذا انضرب باثنين صار عندي 4X+2/3، إذا +6 بيساوي X²+3X. رح أرتب المعادلة بهذا الشكل، إذا صار عندي x كاري هون زائد 3x، لو جبنا ال 4x صارت ناقص 4x وزائد 3، إذا ناقص x ناقص 6 بيساوي الصفر. هاي معادلة من الدرجة الثانية ما بتنحل معي إلا عد دلتا أو تحليل مباشر، إذا رح نحللها تحليل مباشر. إذا صار عندي x ناقص
3 مضروبة بإكس زائد 2. لاحظوا عددين مجموعون ناقص 3 و2 بيعطوني ناقص 1 وجداء ناقص 6 يساوي 0. بتعطيني هاي حلين، إما إنه إكس يساوي 3 أو إكس بيساوي ناقص 2. طبعا هذا مرفوض. إذا إكس بيساوي 3 يعني هي بتستغرق 3 ساعات. إذا هو طب شو طلبوا بنا كره؟ صفيت بو إشي تك باشنا كاس ساعة تي بتري طلع معي الإكس بيساوي 3. إذا الجواب ب. بهيك بيكون شباب وصلنا لنهاية هذا الاختبار. شكرا كتير لإصغائكم.